وصل إلى مطار القاهرة السيد مختار ولد دادة رئيس جمهورية موريتانيا في زيارة قصيرة لإجراء مباحثات مع الرئيس جمال عبد الناصر حول الموقف الدولي والموقف في الشرق الأوسط. وكان في استقبال سيادته الرئيس جمال عبد الناصر والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا. وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس الشرف. وقدم أطفال القاهرة الورود إلى الرئيسين.